طلابنا الأعزاء، السلام عليكم. معكم دكتور رمزي شواني، بتمنى تكونوا بخير. اليوم عندنا آخر موضوع إن شاء الله بوحدة الكارديوفاسكولار سيستم، عندنا أنتي أريثميك دراكس. للتذكير فقط بأنه الكتاب هو ما رجعنا دائما، ارجعوا للكتاب، في معلومات قيمة ولا يمكن الاستغناء عنها. زي ما انتم عارفين احنا حاليا موجودين بالوحدة الرابعة اللي هو Drugs Affecting Cardiovascular System. غطينا عدة مواضيع سواء قبل الأزمة في المحاضرات أو بفيديوهات شاركناها معكم أنا وزملائي، بإمكانكم ترجعوا لها على مودل. عندنا اليوم آخر موضوع اللي هو أنتي أريثميكس أو أنتي أريثميك دراجز اللي هو شابتر رقم 20. قبل لا نبدأ نحكي بالأنتي أريثميك دراجز أو في الأدوية نفسهم، ضروري نعطي شوية مقدمة عن القلب نفسه والكارديك كوندكشن سيستم اللي موجود. زي ما احنا عارفين القلب هو عبارة عن مضخة، وظيفة هذه المضخة ضخ الدم إلى بقية أنسجة وخلايا الجسم. القلب مكون من 4 حجرات. طيب إذا في عنا right atrium، وفي عنا اللي هو هون، وفي عنا left atrium اللي هو هون، وفي عنا كمان right ventricle اللي هو هون، وفي عنا left ventricle اللي هو هون. طيب إذا في عنا أذينين وبطينين. طبعا في القلب في عنا نوعين رئيسيات من الخلايا، ففي عنا contractile cells وهذه وظيفتها الانقباض، لأن عارفين أن القلب عبارة عن مضخة وظيفتها ضخ الدم فمحتاج أنها تنقبض، وفي عنا conductive cells وهذه conductive cells وظيفتها إنتاج الكهرباء action potential. تمام، وهذه الخلايا عندها قدرة أكثر من غيرها أنها تنتج إشارات كهربائية. طيب إذا خلينا نروح شوي على القلب نفسه، تمام، ونشوف هالإلكتريكال أكتيفيتي كيف تنتج وكيف تتحرك بالقلب. طبعا عندنا في الرايت أتريوم في عندنا الـ SA نود، هذه الـ SA نود عندها أو الخلايا اللي موجودة هون عندهم إشي اسمه أوتوماتيسيتي، تمام، يعني قدرة على إنتاج الأكشن بوتنشال أكثر من غيرهم. وهون تبدأ هاي الإلكتريكال أكتيفيتي اللي تنتج بالانتشار في بوث أتريا، في الأذين الأيمن وكمان الأيسر. تمام، طيب وهون تصل هاي الإلكتريكال أكتيفيتي للأي في نود. الأي في نود هون يتم تأخير هاي الإشارة الكهربائية لإعطاء وقت، طبعا هون عندنا الـ AV node، لإعطاء وقت لبوث أتريا أن يصلهم contraction، وهذا الـ contraction يؤدي إلى هبوط الدم أو نزول الدم للـ ventricles. طيب طبعا تمشي بعدها الـ electrical activity في الـ bundle of Hess، تمام، اللي هون مش مفرعة، وبعدها بتمشي في الـ bundle branches. طبعا bundle branches في عندنا الـ left وفي عندنا الـ right، تمام. طيب اذا هون بتمشي هالالكتريكال اكتيفيتي في هالبرانشز اللي موجوده، وبتصل بنهايه المطاف الى البركنجي فايبرز او البركنجي سيستم، تمام، وتبدا هون طبعا مع هالفايبرز المتفرعه بكثره في جدار الفنتريكلز، وتوصلنا هالالكتريكال اكتيفيتي، وبعدها يتبعها ايش؟ كونتراكشن. إذا خلينا نحكي شوي بالإلكتريكال أكتيفيتي اللي موجودة ب different kinds أو types of cardiac cells. طبعا هون في عنا الـ SA نود، في عنا الـ AV نود، أو خلينا نغير اللون يكون أوضح. طيب في عنا الـ SA نود، في عنا الـ AV نود، في عنا الخلايا اللي في البركنجي فايبرز، في عنا خلايا الفنتريكلز، وفي عنا كمان خلايا الأتريوم. تمام، هون بيكون عندنا الالكتريكال اكتيفيتي او الاكشن بوتنشال او السايكل تبعته تختلف من خليه الى خليه. طيب هنروح على الاكشن بوتنشال اللي بصير في الاس اي نود اللي هي المين بيس ميكر في القلب. طيب اذا هون نتفرج على هالفيزز او
بتصور لو رحنا على اللي بعدها بكون الموضوع أوضح ونرجع لها هذا الرجوع. تمام، خلينا نروح على الأكشن بوتنشال اللي بصير في الكارديو مايوسايت. خلينا أبدأ فيه وبعدها برجع كمان مرة رجوع إلى الأكشن بوتنشال اللي بصير في الـ SA نود. طيب إذا هون زي ما احنا شايفين في عنا هالممبرين بوتنشال. تمام، طبعا عنا محورين X axis و Y axis. ال Y axis هون عنا الممبرين بوتنشال، وال X axis هو محور الوقت. طيب إذا تبدأ، خلينا نرسم هون خلية. الخلية زي ما انتم عارفين في برا في عنا اكسترا سيرلولار فلويد. اذا هون في عنا اكسترا سيرلولار فلويد، وداخل الخلية في عنا اكيد انترا سيرلولار فلويد. طيب سواء اكسترا سيلولار فلويد او الانترا سيلولار فلويد، تمام، فيهم ايونات. طيب وهي الايونات تحمل اشارات كهربائية. طيب من اهم الايونات الموجودة عندنا عندنا البوتاسيوم وعندنا الصوديوم وعندنا الكالسيوم. هذول اهم الايونات اللي داخلين في الاكشن بوتنشال. تمام، اذا تبدأ عملية الاكشن بوتنشال. تمام، نبدأ بفيز 4. بفيز 4 بيكون عندنا هالقنوات، تمام، اللي بنسميهم احنا open potassium ion rectifier channels، بيكونوا مفتوحين. تمام، وهون البوتاسيوم اللي اصلا يحمل اشارة موجبة بلش يخرج من خلال هاي القنوات من داخل الخلية لبرا الخلية، فبيضمننا خروج الموجب. تمام، فبيخلي الاكشن بوتنشال سلبي من الداخل. تمام، لذلك الاكشن بوتنشال بيبدا هون بالماينس 90 او الريستنج ممبرين خلينا نسميه. تمام، طبعا هون بنحكي عن فيز 4. تمام، اذا بيكون في عندنا الريستنج ممبرين على ماينس 90. طيب بعدها تبدا بفيز 0. فيز 0 هون تفتح عندنا قنوات الصوديوم، اذا بلش يدخل عندنا الصوديوم من برا الخليه الى داخل الخليه، والصوديوم زي ما احنا عارفين بيحمل اشارة ايش؟ اشارة موجبة. اشارة موجبة. اذا تبدأ الالكترو نيجاتيفيتي في التناقص وبالاتجاه لناحية الزيرو، بعدها بتطلع للايجابية من ناحية البوزيتيف. اذا بفيز زيرو بيبدأ عنا ايش؟ الانفلكس للصوديوم. تمام، اذا بيدخل الصوديوم من الاكسترا سيلولار فلويد الى الانترا سيلولار فلويد، او من خارج الخلية الى داخل الخلية. طيب بعدها تبدأ عنا الفيز 1. فيز 1 هون بيفتحوا عنا التي بوتاسيوم ايون شانلز او ترانزيانت بوتاسيوم ايون شانلز. اذا هون بيفتحوا، تمام، فبيسمحوا بخروج البوتاسيوم كمان مرة، والبوتاسيوم زي ما اتفقنا يحمل اشارة موجبة، فمجرد خروجه تمام بيصير في عنا نيجاتيفيتي داخل الخلية. طبعا هاي النيجاتيفيتي ما بتوصل للماينس، تمام، بترجع الاشارة من ما تكون بوزيتيف تبلش تنزل لحوالي قريب الصفر. تمام، فبكون ترانس ميمبرين بوتنشل قريب الصفر ميلي فولت. بعدها بتبدا عنا الفيز 2. وبالفيز 2 هون تمام في عنا لاعبين اساسيات، في عنا الكالسيوم اين وفي عنا البوتاسيوم اين. طيب اذا هون بيفتح عنا الكالسيوم شانلز، تمام، اللي هو اللونج لاستنج او ال L تايب كالسيوم شانلز بيفتحوا. تمام، وبيفتح عنا البوتاسيوم ايون افلوكس او ديليد ريكتيفاير شانلز، طبعا بيفتحوا وبيبدا عندنا خروج البوتاسيوم. اذا في عندنا هون دخول للكالسيوم، خلينا ارسمه بلون اخر. طبعا نعرف انه يحمل اشارتين موجبات او الفالنس تبعه اثنين للكالسيوم. بيبدا عندنا دخول للكالسيوم وخروج للبوتاسيوم، وهون بيكون عندنا عملية بالانسد. تمام، اذا هون بتكون العملية بالانسد، فبنلاحظ انه هون في عندنا مرحلة ثبات او بلاتو.
تمام، لاحظ انه ما اختلف الاكشن بوتنشال او ترانس ممبرين بوتنشال، بضل قريب الزيرو. طيب وهون تبدا عندنا عمليه ريبولاريزيشن بالمرحله الثالثه، تمام. هون قنوات الكالسيوم بتسكر، تمام، اذا كالسيوم شانلز كلوز، تمام، وبيفتح عنا ديليد ريكتيفاير بوتاسيوم شانل، بضل مفتوح، تمام، وبيسمح للترانس ممبرين بوتنشال انه يرجع كمان مرة ماينس 90، وبنرجع بالسايكل من جديد من الفيز 4 وهكذا. طيب اذا خلال هاي العملية بنلاحظ انه هون في عنا مرحلة بسموها او بيريود بسموها افكتيف ريفراكتوري بيريود. افكتيف ريفراكتوري بيريود ان هون الخلايا لا تستجيب الى ستيمولس جديد، تمام، يعني ما في عنا اكشن بوتنشال، تمام، او ما في استجابة لا خلال هذه الفترة. ومعظم الأدوية، طبعا هاي الفترة مهمة جدا لأنه معظم الأدوية حتشتغل هون، تمام، معظم الأدوية حتشتغل هون، بما أنه إحنا قاعدين نحكي عن أدوية لها علاقة في تنظيم الإلكتريكال أكتيفيتي في القلب، وبنحكي عن الأرثميا. طيب خلينا نرجع كمان مرة ونحكي عن الاكشن بوتنشال اللي بصير في الاس اي نود اللي هي المين بيس ميكر. طيب اذا هون بنلاحظ انه اول اختلاف عن الكارديومايسايت انه الريستنج ممبرين بوتنشال، تمام، مش ماينس 90، هون ماينس 60. طيب اذا ماينس 60 يعني قريب على الثريشولد، تمام، يعني سهل جدا تثار هاي الخلايا، تثار بسهولة لتعمل اكشن بوتنشال. طيب وهذه العملية مهمة جدا. طيب اذا هون في عنا الفاني سوديوم شانلز بضلوا اوبن، تمام، وهون في عنا كلوزنج للبوتاسيوم شانلز، بعدها بتفتح عنا الكالسيوم اللي هو تي تايب او ترانزيت كالسيوم شانلز، بيفتحوا بوشينج ذا ممبرين بوتنشال تو ذا ثريشولد اللي هو ماينس 40. طيب اذا هون تبدا عنا هاي المرحله الثانيه، اذا هون في عنا المرحله الاولى بعدها المرحله الثانيه، وكل هذول بفيز 4، تمام. اذا لاحظ الاختلاف بالفيز 4 بين الاس اي نود او خلايا الاس اي نود وبين الكارديومايسايت اللي شرحناهم قبل شوي. طيب بوجود مجرد وصول الاكشن بوتنشال للثريشولد اللي هو ماينس 40، تمام، هون تبدا عنا المرحلة الثالثة اللي هو Long Lasting Calcium Channels أو ال L-Type Calcium Channels، بيفتحوا وبتبدأ في عنا تصاعد لناحية الإيجابية، تمام، يعني الإلكترونيجاتيفيتي داخل الخلية بتقل، وهون في عنا الفيز 0. طيب وبعدها تبدأ عنا عملية الريبولاريزيشن كمان مرة من خلال انه قنوات الكالسيوم بتسكر، ال L-type calcium channels تغلق، وبصير في عنا opening للبوتاسيوم channels، وبترجع عنا الاكشن بوتنشال minus 60 كمان مرة، وبتبدأ دورة جديدة وهكذا. اذا بنرجع نكمل على الاس اي نود، هون بنشوف انه الفيز طبعا نلاحظ هون غياب مرحلتين، فيز 1 مش موجودة، تمام، وفيز 2 كمان مش موجودة، فيز 1 وفيز 2 اللي شفناهم قبل شوي في الكارديومايوسايت مش موجودين هون. اذا هون ملاحظ فيز 4، فيز 0، فيز 3، فيز 4، فيز 0، فيز 3 وهكذا. اذا فيز 4 is a spontaneous depolarization، تمام، اذا that triggers the action potential once the membrane potential reaches threshold between minus 40 and minus 30. بعد بتبدا عندنا phase 0 is the depolarization phase of the action potential. This is followed by phase 3. وphase 3 اللي هي repolarization phase. تمام. Once the cell is completely repolarized at about minus 60, the cycle is spontaneously repeated. وهون بتبدأ عملية الإعادة كمان مرة لدورة جديدة. طيب إذا هون حكينا عن الـ effective refractory period. الـ effective refractory period بيكون خلالها stimulation of the cell does not produce new propagated action potential because the fast sodium channels are not fully
activated. وهذه المرحلة مهمة، تمام، مهمة في الضبط مشان تعطي إيقاع معين أو رثم معين يظل يتكرر، otherwise تمام بصير في عنا أريثميا إذا تأثرت هذا البيريود. طيب إذا the effective refractory period acts as a protective mechanism in the heart by preventing multiple compounded action potentials from occurring. طيب the length of the refractory period limits the frequency of the action potentials and therefore contractions that can be generated by the heart. إذا هون بتعطينا نغمة معينة بيمشي عليها القلب أو رثم معين بيمشي عليه. طيب إذا many antiarrhythmic drugs alter the effective refractory period thereby altering the cellular excitability. إذا الأريثميا ممكن تنتج أو تكون بنوعين، تمام، قد تكون عندنا برادي أريثميا اللي هو slow heart rhythm أو slow heart rate، وقد تكون تاكي أريثميا اللي هي fast rhythm أو fast heart rhythm زيادة في دقات القلب. طيب طبعا هون حنحكي عن علاج الجهتين، تمام، ولهم أدوية مختلفة، بس هون اللي حنحكي عنه أكثر، تمام، لانه هذه الحالات الغالبة، يعني معظم الناس او معظم المرضى اللي بيعانوا من اريثميا يكون عندهم تاكي اريثميا. وهون في عنا عدة انواع، كمان شوي بستعرض لكم بعض الانواع الموجودة. انا من الانواع الرئيسية سوبرا فنتريكولر تاكي كاردياز اللي هم arising from above the ventricles، لذلك سموهم سوبرا فنتريكولر. اذا مصدر الالكتريكال اكتيفيتي جاي من فوق الفنتريكولز، تمام، that is in the atria، تمام، اللي هو في الاتريا او في الاذينين. طيب في عنا كمان ventricular tachycardias اذا arising from either the bottom ventricles. طيب اذا arrhythmias are caused by abnormalities in سواء generation of the electrical impulses، اذا قد يكون هون عندنا خلل او مشكله في الجنريشن للالكتريكال امبولسز في التاكي اريثميا، يعني في ان الكتريكال امبولسز اكبر او اكثر من اللازم او اكثر من المعتاد، تمام، وفي البراديكارديا اقل من المعتاد. وفي عندنا كمان قد تكون المشكله في الكوندكشن نفسه او في التوصيل للالكتريكال امبولسز او الالكتريكال اكتيفيتي، وقد تكون المشكله بوث من الجهتين، يعني في عندنا جنريشن او اوفر جنريشن لا الالكتريكال اكتيفيتي، او في عندنا مشكله في الكوندكشن، تمام، فيلوسيتي، او في عندنا مشكله في الاثنين مع بعض. لذلك في عندنا هالاي سي جي، والاي سي جي اكيد درستوه بالفيزيولوجي وبتعرفوا عنه كثير، تمام، اللي هو يقاس ب 12 وصلي، تمام، بنعرف انه في عندنا ويفز، تمام، مختلفين، او في عندنا هالويفز اللي بنحكي عنهم، وفي عندنا انترفلز، تمام. ففي عندنا البي ويف، البي ويف هي عباره عن عمليه depolarization لبوث اتريا، وفي عنا ال QRS complex اللي هو عملية depolarization لبوث ventricles، وفي عنا ال T wave اللي هي عملية repolarization للventricles. طبعا بنعرف انه بالعادي هال ECG ممكن نقيسه بال ECG monitor او من خلال holter او event monitor، بغض النظر هذا مش يعني موضوع انا مش هندخل فيه بتفاصيله. طيب اذا هون خلينا نحكي شوية common ECG rhythms، تمام، طيب او شو ممكن نشوف في ال ECG وشو انواع التاكيكاردياز اللي ممكن تلاقيها او نحكي عنها لقدام. طيب في عنا هون normal sinus rhythm، تمام، في عنا هون ventricular tachycardia، وهون بنشوف انه مصدر الالكتريكال اكتيفيتي او الاريثميا اللي موجوده هي في الفنتريكلز. هون في عندنا فنتريكولر فيبريليشن، وبنشوف هون انه الريجولر. طيب هون كمان في عندنا بريميتشور فنتريكولر كونتراكشن، في عندنا اتريال فلاتر، في عندنا اتريال فيبريليشن، وهون الالكتريكال او الابنورماليتيز موجوده في الاتريا. في عنا كمان كونديشن اخر، هون في عنا وولف باركنسون وايت سندروم. اذا مرات
بصير في عنا re-entry، تمام؟ أو مرات بيكون في عنا هالإلكتريكال أكتيفيتي بدل لتنزل من البندل برانشز، تمام، وتصل بالطريق المعتاد، ممكن تلاقي زيجزاج باثوي أو ممكن تلاقي طريق آخر وتنزل على الفنتريكلز بدري، فهذا بسموه إيش؟ وولف باركنسون وايت سيندروم. فبنلاحظ هون في عنا شورتنينج للبي او هون البي ار انترفل، تمام. طبعا بتعرفوا انه بسموها بي ار لانه مرات الكيو بنلاقيهاش، تمام، على كثير من الوصلات ما بتكون اصلا ظاهرة، تمام، او بنلاقيها كثير صغيرة فبسموها بي ار انترفل. فهون بنلاحظ انه البي ار انترفل مالها في الولف باركنسون وايت سيندروم قصيرة. طيب اذا خلينا نروح على هالأدوية المختلفة اللي تستخدم في علاج الأريثميا. طيب قبل لا أروح على هالأدوية المختلفة أحكي لكم شوي عن تصنيف هاي الأدوية. classified، تمام، ب classes، class 1 ل class 4. فعندنا class 1 class 2 و class 3 و class 4. طبعا class 1 كمان مقسم إلى ثلاث أقسام، فعندنا class 1A class 1B class 1C. طبعا هون ما حنطالبكم بهاي التفاصيل الكثيرة، تمام، لأنه كمان هاي الأدوية حتى التصنيف هذا عليه خلافات وعليه حكي وعليه ديبيت كبير، لأنه كثير من هاي الأدوية كمان بيكون عندها أكثر من أكشن، تمام، يعني بيشتركوا بأكشن لأكثر من كلاس، وكمان بعض الأدوية يكون لهم ميتابولايت، والميتابولايت هذول بيكونوا أكتف وبيشتغلوا شغل ثاني، فالدواء نفسه، تمام، الميتابولايت تبعته بتعمل شغل من كلاس آخر، تمام، لذلك يعني شوي ممكن يكونوا بخربطوا شوي. طيب هنروح على كلاس 1 بسموهم اصلا membrane stabilizers، تمام. بنلاحظ انه الميكانيزم اوف اكشن لكل هاي الادوية اللي بكلاس 1 انه بيعملوا لنا بلوك للسوديوم channels. اذا كلاس 1 هم sodium channel blockers، تمام، سواء كلاس 1A او كلاس 1B او كلاس 1 سي. طيب بس ايش الفرق بين 1A 1B 1C؟ طيب 1A لاحظ انه slows phase 0 depolarization in the ventricle of ventricular muscle fibers. اذا هذا class 1A بيعمل بلوك لا sodium channels، تمام، اذا بيعمل slow ل phase 0 depolarization في الventricular muscle fiber. طيب بالنسبة ل 1B shortens phase 3 repolarization in the ventricular muscle fiber. اذا هون شغله اكثر على phase 3، شو بيعمل فيها؟ بيعملها اقصر، تمام. طيب class 1C كمان sodium channel blocker markedly slow phase 0 repolarization in the ventricular muscle cell. طيب اذا هون slows phase 0 depolarization and ventricular muscle fibers. اذا markedly هون في عنا انه بنلاحظ انه قصر ماشي عملية الديبولاريزيشن في فيز قصرها وصارت سلو اكثر، صارت بطيئة اكثر، بطيئة اكثر من انه تقصيرها، بطيء بطيء. طيب ففي عنا هون فيز 2، فيز 2 بنلاحظ انهم بيتا بلوكرز اللي بنعرفهم، تمام. طيب والبيتا بلوكرز جزء من الاكشن تبعهم انه بيعملوا انهبيشن لفيز 4 ديبولاريزيشن ان اس اي ان اي في نودز. اذا بيعملوا انهبيشن لفيز 4 ديبولاريزيشن ان اس اي ان اي في نودز. طيب وفي عندنا الكلاس 3 بنلاحظ انهم بوتاسيوم شانل بلوكرز، بوتاسيوم شانل بلوكرز. اذا برولونجز فيز 3 ريبولاريزيشن ان فنتريكولار ماسل فايبر. اذا بيطولوا لنا فيز 4 ريبولاريزيشن، فيز 3 سوري، فيز 3 بتصير اطول. طيب وعندنا فيز 4 كلاس 4 او الادويه اللي ينتموا للمجموعه الرابعه بنلاحظ انهم كالسيوم شانل بلوكرز. اذا بيعملوا انهبيشن اوف اكشن بوتنشال ان اس اي ان اي في نوت. طيب اذا هذول كالسيوم شانل بلوكرز.
ارجع له هالكلاسيفيكيشن. هون الكلاسز اللي موجودة عندكم بالكتاب مع الأدوية المختلفة. طبعا هون لا بحكي لكم ايش اللي تركزوا عليه اكثر، ايش اللي نركز عليه اقل. طب اذا هون في عنا كلاس 1 اللي زي ما اتفقنا هم كلهم سوديوم شانل بلوكرز. اذا كلاس 1 هم كلهم سوديوم شانل بلوكرز، وزي ما اتفقنا هم داخليا مقسمين لكلاس 1A 1B 1C. طيب كلاس 1A في عنا هالأدوية المهمة اللي بنشوفهم كمان هون معلمين وجاهزين وين تركزوا انتو أكثر. طيب إذا في عنا كلاس 2 اللي هم بيتا بلوكرز، تمام، اللي أصلا نعرفهم مسبقا، وبنصحكم كثير ترجع على الشابتر اللي غطينا فيه البيتا بلوكرز، تمام، وتشوف الأدوية المختلفة اللي موجودة من ناحية أكشن وسايد إفكت ويوزز وكل هاي الأمور. طيب وبعدها في عنا كلاس 3. كلاس 3 اللي اتفقنا هم بوتاسيوم شانل بلوكرز، تمام، كثير منهم كمان بنعرفهم، ماشي، او في منهم ممكن اشياء بنعرفها. طيب كلاس 4 كمان مروا علينا اللي هم كالسيوم شانل بلوكرز، والكالسيوم شانل بلوكرز كمان بنصحك ترجع لهم لان درسنا نوعين، في عنا داي هايدرو بايريدينز وفي عنا نون داي هايدرو بايريدينز، وفي عنا قسم بيشتغل اكثر على سموث ماسل تاعت البلود فيسلز، وفي عنا انواع اللي حنحكي عنهم هون بيشتغلوا على القلب وكمان على سموث ماسل تاعت البلود فيسلز، وفي عنا اذرز اللي لا ينتموا لا لكلاسز الكلاسيك اللي هو 1 و2 و3 و4، تمام، هذول الاذرز. ففي عنا عده ايجنت زي ادينوسين ودايجوكسين، طبعا دايجوكسين كمان درسناه سابقا وبنعرفه، كمان بنصحك ارجع للهارت فيلير واقرا كمان مره عن الدايجوكسين. طيب وفي عنا كمان مغنيسيوم سلفيت. إذا الأدوية اللي حنركز عليهم الأدوية اللي موجودين في كلاس 1 اللي هو سوديوم شانل بلوكرز، حركز أكثر على الليدوكاين اللي هو ينتمي لعائلة كلاس 1B، وفي عنا كوينيدين اللي ينتمي لكلاس 1A. كلاس 1A في عنا كوينيدين وفي عنا ليدوكاين كلاس 1B. طيب وفي عنا كلاس 2 البيتا بلوكرز بنعرفهم كلهم، ما فيش داعي تمام نختار منهم، فاسمه لول بنعرفه، ميتوبرولول بنعرفه، بروبرانولول كمان بنعرفه. في عنا كلاس 3 دراجز، في عنا اميودارون، تمام، اللي حنركز عليه اكثر، وفي عنا كمان ادوية اخرى نتطرق لهم لما نحكي عن الادوية المختلفة. وفي عنا كلاس 4 الاثنين بنعرفهم، دلتا يازم وفيرا بامل الاثنين بنعرفهم، وفي عنا الاذرز اللي هو ادينوسين ودايجوكسين كمان حنحكي عنهم بتفاصيل اكثر. طبعا الدايجوكسين كمان مره بنصحك ارجع للهارت فيلير او الشابتر اللي قبله واعرف شوي عن الاكشنز واليوزز والسايد افكتس وكل هاي التفاصيل. طيب اذا هون كمان في عنا هالفيجر الماخوذ من الكتاب، ونشوف وين هاي الادويه بشكل عام تشتغل. طبعا هون اتفقنا انه الادوية اللي ينتموا لكلاس 1 مقسمين لكلاس 1A كلاس 1B وكلاس 1C. طيب وفي عنا كمان كلاس 2 اللي بنعرفهم اصلا بيتا بلوكرز مش موجودين هون، وفي عنا كلاس 3 وكلاس 4. طيب اذا هون في عنا سكيماتيك دايجرام او في عنا فيجر بيشرح لك وين كلاس 1A ايجنتس بيشتغلوا، تمام. إذا في عنا المثال عليهم هون كوينيدين، تمام. طيب إذا هون هاي الأدوية وين بتشتغل، تمام، هاي الأدوية بتعملنا بلوك للأوبن، نكبر الصورة شوي. إذا هاي الأدوية بتعمل بلوك للأوبن أور inactivated sodium channels، تمام. اذا وين بيشتغلوا على الاوبن او inactivated sodium channels. These drugs have an intermediate or slow rate of association with sodium channels. طيب اذا زي ما انت شايف هون هاي الادويه بتشتغل على السوديوم channels، وكل الادويه بكلاس 1 اصلا بتشتغل على السوديوم channels. اذا هذول بيعملوا بلوك للاوبن or inactivated sodium channels. في عنا الأدوية اللي بكلاس 1B، كلاس 1B، هون عنا 1A وهون عنا
1B، والمثال عليهم ليدوكاين. طبعا هو المثال على 1A في عندنا كوينيدين. كوينيدين. طيب ومثال على 1B في عندنا ليدوكاين. طيب ميدوكاين بيعمل بلوك على open or inactivated sodium channels. These drugs have a rapid rate of association with sodium channels. تمام، اذا هون الفرق ماشي انه هذول slow rate، تمام، وهون عندك rapid rate، ماشي، اذا هذول اسرع، ماشي. طيب وفي عنا class 1C agents. class 1C agents، اذا هون في عنا بكلاس 1C agents، اذا هذول بيعملوا block open or inactivated sodium channels. These drugs have a slow rate of association with sodium channels. وفي عنا الكلاس 2. كلاس 2 زي ما اتفقنا اصلا هم بيتا بلوكرز، وبيتا بلوكرز اصلا نعرف عنهم كثير. طيب في عنا هون كلاس 3 agents. كلاس 3 agents ماخذين احنا او حنركز على الاميودارون، والاميودارون هون بيعملنا بلوك ل تمام البوتاسيوم channels. طيب اذا هون الانفلكس تاع السوريوم والانفلكس تاع البوتاسيوم عن ترانس ممبرين ريكورنت ديو تو ذا موفمنت اوف سوريوم اند بوتاسيوم ريسبكتيفلي. تمام، اذا هون دي عملنا بلوك للبوتاسيوم شانلز. اذا بلوك للبوتاسيوم شانلز. وفي عنا الكلاس 4 او الكلاس الاخير اللي حنحكي عنه بالنسبه للكلاسز. اذا هون بيعملوا لنا بلوك اوبن اور ان اكتيفيتد كالسيوم شانلز. اذا هون عنا كالسيوم شانل بلوكرز. طيب اذا نروح على تريتمنت لتاكيكاردياز. اتفقنا انه الاريثميز ممكن يقعوا بشكلين، يا بيكونوا براديكاريا يا بيكونوا تاكيكارديا، وكمان شوي بنرجع على براديكاريا اخر شيء بنغطيها. طيب اذا عندنا كلاس 1 دراجز بسموهم اصلا ميمبرين ستابلايزنج ايجنتس او ميمبرين ستابلايزرز. تمام، وهاي الادويه اصلا تشتغل على سوريوم شانلز مينلي. طيب اذا كلاس 1 بشكل عام بلوكس فاست سوريوم شانلز. إذن لما يصير في عنا بلوك للسوريوم channels reduce the rate of phase zero depolarization of the myocardiocytes prolonging the effect of refractory period. إذن الactive أو effective refractory period بتصير أطول increasing the threshold of excitability، بتكون الخلايا less excitable أو صعب يصير لها excitation أو أصعب. تمام، reducing phase four repolarization of SA node. طبعا هذا الاكشن كمان ممكن تشوفه من خلال الصور اللي موجوده عندك او الرسمات التوضيحيه اللي موجوده بالكتاب. تمام، زي ما انت شايف هون refractory period شو اللي بصير فيها، انها بتصير اقصر. تمام، طيب اذا هون في عنا تاثير مباشر على refractory period. طيب اذا هون من ناحيه mechanism of action. طيب طيب اذا سوريوم شانل بلوكرز، تمام، وخصوصا كلاس 1A اللي هو عندنا كوينيدين، كمثال عليه كوينيدين increases the effective refractory period by prolonging the inactivation state of fast sodium channels. طيب can be used او هاي الادويه can be used particularly او can be particularly effective in abolishing reentry current that lead to tachy arrhythmias. تمام، اذا هون ممكن يمنع عنا الريانتري. طبعا الريانتري انه الالكتريكال اكتيفيتي بتكون ماشيه من الاس اي نود، اس اي نود ورايحه على الاي في نود، وبعدها بدها تمشي بالبندل برانشز. تمام، وهون ممكن في عنا فرصه للرجوع، فبتبدا كانها اشاره جديده وهكذا، وبتبدا في هذه الدوامه، هاي بسموها ايش؟ reentry current. تمام، وهي تؤدي الى تاكي اريثميا. طيب these drugs also have local anesthetic properties.
تمام، زي الليدوكاين أصلا إنه يستخدم بلا الأساس إنه local anesthetic. طيب إذا في عندنا هالكلاس 1، في عندنا هالدواء اللي هو كوانيدين، ماشي، راح ناخذه مثال على كلاس 1. طيب هذا الكوانيدين موجود في الطبيعة، فهو عبارة عن الكالويد مأخوذ من السيناكونا. تمام، السيناكونا لشجر الكينا، هو طبعا ديكسترو ايزومر للكوينين. الكوينين كمان اللي هو الاكتف فورم او اكتف فورم، هنحكي عنه بعدين في ادويه الملاريا. تمام، اذا هون يستخدم بعلاج او طبعا هذا الديكسترو ايزومر. تمام، وديكسترو اتفقنا زمان انه معناها يمين. تمام، معناها يمين، فهو الديكسترو ايزومر من طبعا كوينيدين، ديكسترو ايزومر من الكوينين طبعا اللي موجود في الطبيعة بشجر الكينا. تمام، بالسيناكونا. طيب اذا من على ادفيرس افكتس ل الكوينيدين، في عنا دياريا، في عنا نوزيا، في عنا فوميتنج. اذا هذول جي اي افكت او تأثيراته على الجي اي. وفي عنا كمان سينكونيزم. تمام، سينكونيزم جاي من سينكونا اللي هي الشجرة، اللي هي شجرة الكينا، فسينكونيزم. ففي عنا تانيتس. تمام، وفي عنا هيدك، في عنا ديفنس، في عنا ممكن يؤدي إلى انافيلاكتيك شوك. تمام، طيب ممكن كمان يعملنا ثرومبوسايتوبينيا لانخفاض في الصفائح الدموية، وهون بصير في عنا ريسك اوف بليدنج للمرضى، ناس اللي عندها مشكلة ممكن يصير في عندهم ريسك اوف بليدنج. تمام، طيب كمان ممكن اصلا يعملنا اريثميا اللي هو تورساد دو بوانت او تورساد دو بوان. تمام، وممكن يطولنا الكيو كيو تي انترفل. تمام، وهذا السايد افكت ممكن يكون سيريس، خصوصا اذا هذه الادوية او هذا الدواء يستخدم مع ادوية اخرى بتسبب تطويل للكيو تي انترفل او بتعمل برولونجيشن للكيو تي انترفل. فدائما الادويه اللي تستخدم ان كومبينيشن مع هذا الدواء لازم تفحصها وتخضعها لايفالويشن. تمام، مسبق انه هاي بتعمل كيو تي انترفل برولونجيشن ولا لا، واذا كانت بتعمل هيك فبدك تحسب حساب انه الافضل ما تعطيهم مش مع بعض او تبدل او تختار علاجات بديله. في عنا الايجنت الاخر اللي مش حنحكي عنه كثير. تمام، في عنا هون بروكينامايد. بروكينامايد كمان بروكينامايد هو كمان مثل الكوينيدين. تمام، بس بالمجمل سيفر فور يوز انترافينوسلي. اذا لما انعطى اي في بيكون ايش؟ امن، وعنده فيور سايد افكتس على الجي اي. تمام، فاذا كان المريض انتوليرنت تمام لا الكوينيدين ممكن تستبدله بادفيرس بي بي بروكينامايد. طيب طبعا الميتابوليزم له، بصل له اسيتايليشن في الكدني في الليفر. تمام، وبصل له اليمينيشن مع اليورين من الكدني. مع استخدامه لاحظوا انه في عندنا هاي انسيدنس اوف ادفيرس افكتس وذ لونج تيرم يوز. ممكن it's more likely than quinidine to produce severe or irreversible heart failure. تمام، إذا استخدم لفترات طويلة ممكن يؤدي إلى heart failure عند المريض. طيب كمان ممكن يعمل lupus. تمام، واللوبس حكينا كثير من الأدوية ممكن كمان تتسبب في لوبس. تمام، اللي هو أوتو إيميون ديزيز، أو بهون طبعا ما حيسبب لنا لوبس، حيظهر أعراض تشبه اللوبس. تمام، فهون حنلاحظ إنه في عنا آلام بالمفاصل، ممكن يصير في عند المريض كمان أرثرايتس أو نوع من الأرثرايتس، خصوصا الناس اللي عندهم مشكلة في الأسيتايليشن. فهذول حيكون عندهم مشكلة في الميتابوليزم، ما حيقدروا يتخلصوا من الدواء بسرعة. فحيكون الهاف لايف تاعت الدواء عندهم أطول، حيقعد الدواء في دمهم أو في جسمهم أطول، حيعمل سايد افكتس. طيب فعنا كمان ديسو
بايراميد والديسو بايراميد. طبعا هاي الأدوية اللي موجودة هون بأسود أو بالسلايدات الأسود تركزوا عليها أقل لأنها أقل أهمية بالنسبة لنا. طيب has prominent anticholinergic activity، وتذكروا هذا الـ anticholinergic activity أكيد لازم ترجعوا أو المفروض أنكم متذكرين عن الـ anticholinergic activity، يعني بصير في عندنا side effects مثل تمام dry mouth، مثل تقليل في حركة الأمعاء، لأنه بنعرف أنه الكولينرجيك سيستم مسؤول عن زيادة إفرازات بشكل عام سواء سلايفا أو غيره، وكمان مسؤول عن زيادة حركة الأمعاء، فهون حصير في عنا تأثير عكسي. تمام، تذكر هذا التأثير العكسي وارجع للأنتي كولينرجيك أكتيفيتي بشكل عام. طيب إذا هذا مش first line therapy أو مش first line drug أو مش drug of choice لشيء، بس ممكن يستخدم بحالات ال ventricular arrhythmias. طيب نروح على class 1B، في عنا ليدوكاين. ليدوكاين طبعا هو least cardiotoxic، least cardiotoxic. طيب فلو قارنا بين الأدوية الأخرى حنلاقي إنه least cardiotoxic هو الليدوكاين. طيب blocks inactivated sodium channels، تمام preference for partially depolarized cells and ischemic area. طيب لسبب ما، تمام هذا الدواء بروح على disease cells أو الخلايا اللي فيهم مشكلة، تمام وبروح بيشتغل عليهم أكثر أو بيعمل بلوك للسوديوم channels اللي عليهم أكثر. تمام طيب وهذا بيعطيه فائدة أو بيعطيه preference. طيب عنده هذا الدواء high first pass metabolism، لذلك ما بنعطى oral وبالعادة بنعطى injectable. طيب ليدوكاين ممكن نستخدمه في حالات ventricular arrhythmias، ممكن نستخدمه في digoxin induced arrhythmias. إذا علاج لdigoxin induced arrhythmias، نعرف إنه الأوفردوز من الدايجوكسين ممكن تعالج بدايجوكسين انتي بوديز، تمام وإذا صار في عنا أريثمياز أسوسييتد مع استخدام الدايجوكسين ممكن علاجه باستخدام أو أحد خياراتنا قد يكون الليدوكاين. طيب مين توكسيسيتي ممكن سبب إنها نيورولوجيك سايد افكت زي دراوزنس زي نستجمس، تمام زي رجفان للعين، ممكن سبب كمان سيجرز أو نوبات. في عنا كمان ميكليسيتين وفي عنا توكينايد، طبعا الاكشن تبعهم قريب كثير على الليدوكاين، ممكن يستخدم او ينعطوا اورال، ممكن ينعطوا اورال او بشكل اورال. ميكليسيتين كمان ممكن يستخدموا برايمرلي فور لونج تيرم تريتمنت اوف فنتريكولر أريثمياز، خصوصا للناس اللي صار عندهم ام اي او عندهم بريفيوس هيستوري اوف ام اي. طيب في عندنا موريسيزين، موريسيزين ممكن او عنده بروبرتيز تاعت كمان كلاس 1 بي زي الليدوكاين وغيره، طبعا عنده كمان بيشبه كلاس 1A وكمان كلاس 1C، لذلك قبل شوي حكينا انه هذا الكلاسيفيكيشن نفسه عليه ديبيت كثير، لانه بعض الادويه بيشتركوا في يعني عندهم زي كروس كلاس، يعني بروحوا من كلاس لكلاس، وفي ادويه كمان الميتابولايت تبعتهم بتوديهم على كلاسز مختلفين او الميتابولايت بيكون عندهم اكشن بيشبه ادويه من كلاس اخر. تمام it should or its use should be limited to life-threatening ventricular tachycardias. طبعا كل هاي الأدوية تمام ما حكيناش هذا التأثير المهم لهم، معظم أو إذا مش كل الأدوية اللي بتعالج الأريثميا هم برو أريثميك. طيب شو يعني برو أريثميك؟ يعني أصلا بيعملوا أريثميا can cause إذا هم نفسهم ممكن يعملوا لنا أصلا أريثميا. طيب نروح على كلاس 1C. طيب الأدوية اللي كلاس 1C بكونوا button sodium channel blockers،
تمام. إذن هذول potent مقارنة بغيرهم have negative inotropic action أو inotropic effects، يعني يضعفوا انقباضية القلب، ال force of contraction بيكون أقل، high proarrhythmogenic potential، إذا ممكن يسببون sudden death أو ممكن يؤدوا إلى sudden death، لذلك side effects تبعتهم شوي serious. طيب إذا هون كمان معلمين لكم إياهم بالأسود، في عنا فليكينرايد. إذا orally active ممكن يستخدم for ventricular tachyarrhythmias، ممكن for maintenance of sinus rhythm in patients with paroxysmal atrial fibrillation أو الناس اللي عندهم atrial flutter. طيب إذا في عنا كمان بروبافينون. بروبافينون كمان ممكن عنده broad spectrum أو عنده spectrum of action similar to that of quinidine. تمام. طيب possesses beta adrenoceptor antagonist activity، then عنده anti أو beta blocker activity، كمان اليوم approved ل supraventricular tachycardias أو arrhythmias، كمان بيستخدموه for suppression of life threatening ventricular arrhythmias. طيب إذا نروح على class 2، وكلاس 2 طبعا معروفين، في عنا البيتا بلوكرز، تمام، في عنا بروبرانولول اللي هو نون سيلكتيف، يعني بيعملنا بلوك لا بيتا 1 وكمان بيتا 2، تمام. اذا عنده سايد افكتس ماشي، وعنده كونترا انديكيشنز، وارجعوا كمان مره على البيتا بلوكرز واعرف لمين هذا كونترا انديكيتد وشو نفضل اذا المريض عنده ازمه او سي او بي دي وغيره. إذا they inhibit phase 4 depolarization of SA nodes، ممكن يعملون depression للأوتوماتيسيتي، وفي عندنا كمان prolong أو ممكن يطولون ال AV conduction، then they can prolong AV conduction، تمام، ممكن يقللون كمان ال heart rate. طيب except for agents that have intrinsic sympathomimetic activity، تمام، وكمان ممكن يقللون الكونتراكتيليتي. وبالنسبة لهاد كمان ارجعوا لهم، ارجع اعرف مين الأدوية اللي عندها سيمباثوميميتيك اكتيفيتي، وكنا هم مش كلاسيك بيتا بلوكرز، هم بارشل اجونست، وارجع كمان مرة وراجعهم. طيب إذا هون عندنا ميجر دراجز، في عندنا بروبرانولول، واتفقنا ان بروبرانولول هو بروتوتايب، فدائما هو نون سيلكتيف بيتا بلوكر، تمام. طيب في عنا كمان اسبيوتولول، في عنا اسمولول، وارجع كمان مرة اعرف عن الاسمولول شوية معلومات حكيناهم سابقا، مثلا كم الهاف لايف تبعته، كيف بنعطى، وين بيستخدم، في البيت ولا في المستشفيات ولا بده مراقبة. طيب اذا مور سيلكتيف بيتا 1 انتاجونست او بلوكرز. طيب are used to treat ventricular arrhythmias بشكل عام هاي الأدوية. طيب بروبرانولول، ميتوبرولول، نادولول، تايمولول، ممكن كمان نستخدمهم to prevent recurrent MI، تمام، وارجع كمان مرة على البيتا بلوكرز وادرس عن شغلهم في الام اي وليه بنعطيهم للمرضى اللي صار عندهم MI. Therapeutic uses like class 2 drugs، إذا مستخدمو to treat arrhythmias caused by increased sympathetic activity. ليش؟ لأنهم أصلا بيعملوا block للبيتا 1 receptors الموجودين على القلب، فبقللونا من شغل النور إبنفرين على القلب. طيب كمان they are also used for a variety of other arrhythmias مثل atrial flutter، مثل atrial fibrillation. نروح على class 3 drugs. class 3 drugs هون في عنا شغل على البوتاسيوم channels. طيب اذا they interfere with the outward potassium current or slow the inward sodium current. طيب هذا حيؤدي الى prolonging action potential duration، اذا نتفرج على الافكتيف refractory period شو بيصير فيها، prolong effective refractory period، they retard phase 3 repolarization and increase the action potential duration thereby increasing the effective refractory period. طيب اذا هون تفرج على الافكتيف
refractory period، تفرج على repolarization phase شو بصير فيه، وتفرج على effective refractory period شو بصير فيها. فعنا هالدواء اللي هو الأميودارون. أميودارون بيشبه كثير الثايروكسين من ناحية structure. طيب net effect إلو أو باختصار mechanism of action it increases refractoriness. طيب it depresses sinus أو sinus node automaticity، كمان slows conduction. طيب هذا الدواء عنده extreme long half life من 14 ل 100 يوم، تمام؟ إذا عنده فترة طويلة بقضيها في الجسم، تمام؟ إذا عنده extreme half life. طيب increases the risk of toxicity، ليش؟ لأنه إذا جرعة زادت شوي بدنا فترة طويلة أصلا لنتخلص منها، تمام؟ فالإفكتس تبعته بيكونوا على اللونج تيرم. طيب إذا the plasma concentration of amiodarone is not well correlated with its effects، تمام. إذا بالمجمل مش دائما، في عنا دائما توافق بين تركيز الدواء في الدم وبين الاكشن أو الانتنسيتي اوف اكشن للدواء، بس هذه العلاقة مش دائما، ومن بينهم الاميودارون يعني تركيزه بالدم، تمام، مش دائما مربوط بالافكت تبعه. طيب اذا after parenteral administration لما ينعطى injectable electrophysiologic effect may be seen within hours، تمام. effects on abnormal rhythms may not be seen for several days. اذا في عنا كمان delayed action له او delayed onset of action خلينا نسميه، اذا متى بنشوف تاثيره على abnormal rhythm بده عده ايام لنشوفها. إذا the antiarrhythmic effect may last for weeks or months after the drug is discontinued. إذا الأكشن اللي ذكرناه هون حنلاحظ إنه بيقعد لفترات طويلة حتى بعد انقطاع المريض عن أخذ الدواء. ليش؟ لأنه عنده extreme long half-life، فبضل في دم المريض لفترات طويلة. طيب لشو بيستخدم هذا الأميودارون؟ بيستخدم لرفراكتوري life threatening. refractory يعني لا تستجيب للعلاج، يعني الافضل انك قد تستخدم ادوية اخرى، بس لا by the way الاميودارون مستخدم بكثرة كمان. life threatening ventricular arrhythmias in preference to lidocaine. كمان treatment of atrial and ventricular arrhythmias. طيب بالنسبة للادفيرس effects ممكن نشوف pulmonary fibrosis زي تليف في الرئة ممكن يصير، skin pigmentation كان كمان يغير لنا لون الجلد، وفي عنا corneal deposits فممكن يرسب اشياء داخل الكورنيا في العين، وفي عنا interferes with thyroid function. ليش؟ لانه قبل شوي ذكرنا انه structurally related للثايروكسين. طيب في عنا ايبوتيليد، والايبوتيليد كمان ينتمي ل class 3 زي الاميودارون، indicated for atrial fibrillation و atrial flutter administered by intravenous infusion بالعادي، لذلك بده hospital setting، تمام. وفي عنا ايبوتيليد blocks slow inward sodium current كمان، لذلك كمان زي ما حكينا انه هاي الادوية الكلاسيفيكيشن تبعهم عليه شوية خلاف. prolongs the action potential duration thereby causing a slowing of the sinus atrial او sinus rate and AV conduction velocity. طيب في عنا سوتالول من اسمه كثير بشبه البيتا بلوكرز، تمام، وفي بعض الكتب بتصنفه غاد. اذا net effect تبعه prolongs the cardiac action potential, increases the duration of refractory period, has كمان non-selective beta blocker activity. طيب اذا ممكن اليوم يستخدم في علاج الاتريال arrhythmias or life-threatening ventricular arrhythmias، ممكن يستخدم كمان for sustained ventricular tachycardias. طبعا برو اريثميك عنده برو اريثميك اكشن، ممكن هو اصلا يسبب اريثميا، ممكن يعمل ديسبنيا، ممكن يعملنا دزنس. في عنا دوفيتيليد
كمان ممكن يستخدم في الاتريال فيبريليشن، اتريال فلاتر. كمان هو بوتنت انهبيتور او سيلكتيف انهبيتور للبوتاسيوم شانلز، من الادفيرس افكتس تبعته سيريس اريثميز. في عنا بريتيليوم. بريتيليوم كمان عنده بوتنت بروبرتيز بيشبهوا كثير الكلاس 2 دراجز، تمام. وفي عنا كمان ممكن يستخدم فور فنتريكولار اريثميز افتر ليدوكاين هاز فيلد، تمام. اذا قد يكون بديل للليدوكاين. اذا نروح على الكلاس الاخير من الكلاسيفيكيشن تبعنا، في عنا كالسيوم شانل بلوكرز، وفيش اشي جديد علينا هون، تمام. هذول كالسيوم شانل بلوكرز درسناهم زمان وحكينا كل شيء عنهم، بنصحك كمان مرة ترجع للكالسيوم شانل بلوكرز. اذا هذول بيشتغلوا سيلكتيفلي على ال L تايب او اللي بيتأخروا، تمام، لونج لاستنج كالسيوم شانلز. إذا these drugs prolong nodal conduction and effective refractory period and have predominant action in nodal tissues. إذا شغلهم أكثر على النودز، تمام، أو الخلايا اللي عندها automaticity. طيب إذا في عنا verbamil. Verbamil blocks both activated and inactivated slow calcium channels. It has equipotent activity on the AV node, كمان على SA node. ممكن كمان يشتغلوا على الكارديك والفاسكولار smooth muscle tissues. تمام. طيب ارجع لهم وارجع للكالسيوم شانل بلوكرز، وارجع للعيلتين اللي حكينا عنهم زمان، وتذكر الفرق بين العيلة الاولى اللي هم نون داي هايدروبايريدينز وداي هايدروبايريدينز، تمام، وشوف الفرق وين هذول بيشتغلوا. طيب كمان هذا الدواء ممكن يكون يوسفول في حالات سوبرا فنتريكولار تاكي كاردياز، حالات الاتريال فلاتر، اتريال فيبريليشن، تمام. كمان عنده نيجاتيف انوتروبيك اكشن، تمام، لذلك ممكن مش ممكن استخدامه، او بدنا نستخدمه بحذر عند الناس اللي عندهم دامجد هارت، تمام، او عندهم مشكله في القلب، او عندهم ضعف اصلا في عضله القلب. كان ليد تو اي في بلوك، وكمان الناس اللي عندهم اي في بلوك بدك تفكر كمان مرتين قبل تستخدمه بيهم. When given in large doses or in patients with partial block. طيب it can precipitate sinus arrest in diseased patients. It causes peripheral vasodilation. وتذكر شو بيصير في الهات او البلد بريشر. في عنا treatment of arrhythmias. طبعا هون في عنا أدوية لا تنتمي إلى class 4، تمام، هذول موجودين لحالهم. في عنا الأدينوسين، وموجودين معنا كمان الدايجوكسين، رح نحكي عنهم. إذا هون في عنا أدينوسين. أدينوسين كمان مرتبط من خلال receptors خاصين به، اللي هو بيوريجينيك P1 أو أدينوسين receptors. طيب إذا هون بعد الارتباط it can increase potassium efflux، أو can increases potassium efflux، تمام، decreases calcium influx، تمام. إذا لما يقل عنا الكالسيوم وصير في عنا خروج للبوتاسيوم، صير في عنا حالة hyperpolarization، تمام، يعني الأكشن potential أصعب، والديكريز للكالسيوم، تمام، هون بقلل عنا فرصة إنه الأكشن potential يتم أو يصير. طيب إذا adenosine is a drug of choice for the treatment of paroxysmal supraventricular tachycardias, including those associated with Wolff-Parkinson-White syndrome. تمام؟ طيب اللي قلنا لما يكون الاكشن بوتنشال يلقى زجزاج باثوي او يلقى اكسسوري باثوي ينزل فيه على الفنتريكل بسرعة. طيب وفي عنا الدايجوكسين، كمان هو ما في اشي جديد، بنصحك كمان مرة ترجع للهارت فيلير، تمام، وتقرا عن الدايجوكسين لان حكينا بالتفصيل عن الدايجوكسين. اذا هون انهبتس ذا بوتاسيوم سوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، بزيد لنا الانتراسيلولار سوديوم، بقلل السوديوم كونسنتريشن جريدينت، تمام، وهون بصير في عنا تقليل للابيليتي اوف سوديوم بوتاسيوم اكسشينجر تو موف كالسيوم اوت اوف ذا سيل. هون بصير في عنا ايش؟ increase the contractility،
لذلك الدايجوكسن عنده اكشن بسموه ايش، عنده بوزيتيف انوتروبيك نوتروبيك اكشن، وعنده نيجاتيف كرونوتروبيك اكشن. اذا النت افكت انه بيزيد الفورس اوف كونتراكشن وبقلل عدد الكونتراكشنز. تمام، طيب كيف بالآليات اللي وضحنا لك إياها سابقا؟ إذا سوديوم بوتاسيوم اي تي بيز انهبيشن raises resting membrane potential from minus 90 to minus 70. تمام، إذا هون بصير في عنا excitability وهون بيعملنا risk of arrhythmia. تمام، ولو صار في عنا arrhythmia ممكن نعالجها بخيار سابق، ارجع على المحاضرة نفسها وشوف شو ممكن نستخدم في علاج الأرثميا اللي متسبب بيها الدايجوكسن. طيب دايجوكسن enhances the vagal tone. تمام، والفيجل زي ما حكينا عنه سابقا وحكينا لكم انه هو جزء او مسؤول عن تبطيء القلب، فالاكشن تبعه انه بقلل الهارت ريت. تمام، ولما يقل الهارت ريت بقلل شغل القلب، فبقل الاكسجين ديماند من المايوكارديال او المايوكارديوم. But digoxin slows conduction velocity through the AV node and can control ventricular response in atrial flutter أو fibrillation. وهون بيجي استخدامه في حالات الأرثميا، أنه يعالج لنا tachycardias خصوصا الventricular أو الأتريال flutter أو fibrillation. بنروح على الأدوية اللي تستخدم في علاج البرادي أريثميا، اللي هون طبعا حكينا كل شيء عن التاكي أريثميا قبل شوي، اللي هم مور كومن في المرضى بشكل عام، بس في عندنا كمان حالات برادي كارديا. تمام، برادي كارديا ممكن نعالجها بالأتروبين، والأتروبين بتذكروا بيشتغل عكس الأسيتايل كولين، إذا هو ماسكارينيك ريسبتور بلوكر، إذا بيعمل بلوك للأسيتايل كولين ريسبتورز اللي هو الماسكارينيك. تمام، وهذا يؤدي elevates sinus rate، إذا مصير في عندنا sinus rate أعلى. تمام، AV node and SA node conduction velocity كمان بتزيد. تمام، it decreases refractory period، كل هذا يؤدي إلى تسرع أو تسارع في دقات القلب. طيب إذا atropine is used to treat bradyarrhythmia that accompany MI. تمام، اذا في حالات المايوكارديال انفاركشن ممكن نستخدم اتروبين كخيار علاجي. اذا اتروبين produces adverse effect that include dry mouth, mydriasis, cycloplegia. تمام، وكمان ممكن يعملنا كمان اريثميا. ماشي، طيب ورجع كمان مره للتشابتر وين درسنا الاتروبين. ماشي، وادرس عنه منيح وراجع معلوماتك عنه بكل السايد افكتس والاكشنز تبعته والميكانيزم اوف اكشن وكل شيء. طيب فانا كمان ايزوبريترينول تمام شوي سلكتيف على بيتا اكثر. تمام، فبيعمل ستيميليشن للبيتا ريسبتورز. تمام، طبعا نون سلكتيف، بيشتغل على بيتا 1 كمان على بيتا 2. طب ان انكريزز هارت ريت اند كونتراكتيليتي، ات از يوزد تو مينتين ادكويت هارت ريت اند كارديك اوتبوت and patients with AV block. It may cause tachycardia, anginal attacks, headaches, dizziness, flushing with tremors. هذول طبعا side effects. طيب اذا هون في عندك هالجدول اللي بلخص عندك ها الجروبس. تمام، prototype drug, mechanism of action, will uses. اقرأوا وارجع له. تمام، وخلينا نروح على شوية اسئلة. في عندنا شخص عمره 60 سنة او مرأة عمرها 60 سنة. تمام، عندها myocardial infarction. تمام، which of the following should be used to prevent life-threatening arrhythmias that can occur post myocardial infarction in this patient. تمام، وفكر شو الخيارات اللي موجودة واختار الأفضل، digoxin ولا flecainide ولا metoprolol ولا بروكانامايد ولا كوينيدين. والجواب لازم يكون واضح تماما حتى لو ما درستش الشابتر. طيب suppression of arrhythmias resulting from a re-entry focus is
most likely to occur if the drug endo has vagomimetic effect on the AV node, or is a beta blocker, or convert unidirectional block to the bidirectional block to a bidirectional block, slows conduction through the atria, has atropine-like effect on the AV node. مشان تعرف هون أكثر روح على قصة الرينتري وشوف كيف بتصير وكيف ممكن تحل هذا السؤال. السؤال اللي بعده عندنا a 57 year old man is being treated for an atrial arrhythmia. He complains of dry mouth, blood vision, urinary hesitancy. تمام، اي انتي اريثميك دراج استخدمنا له؟ واحد منهم. تمام، وتذكر هذول لهم علاقة في اي سيستم، سمباثيتك ولا بارا سمباثيتك، عكسه ولا معه، بدلك على الجواب. كمان 58 year old woman is being treated for chronic suppression of ventricular arrhythmia. After 1 week of therapy, she complains about feeling severe upset, stomach, and heartburn. Which antiarrhythmic drug is the likely cause of these symptoms? ذكر واحد إلو بالجي آي. السؤال اللي بعده كان 78-year-old woman has been newly diagnosed with atrial fibrillation. She is not currently having symptoms. ما عندها أي أعراض of palpitation or fatigue, which is appropriate for to initiate for rate control as an outpatient. إذا outpatient يعني هتروح على البيت، ما هتقعد في المستشفى، وحيعمل كنترول للريت. فكر. السؤال اللي بعده which of the following is correct regarding digoxin when used for atrial fibrillation. تمام، لما نستخدمه للاتريال فيبريليشن اي من الخيارات التالية صحيح؟ Digoxin works by blocking voltage-sensitive calcium channels. Digoxin is used for rhythm control in patients with atrial fibrillation. Digoxin increases conduction velocity through the AV node. Our digoxin level of 1 to 2 nanogram per ml are desirable in the treatment of atrial fibrillation. هون لازم ترجع للكتاب بشان تجاوب هذا السؤال. تمام، طيب، أو تتذكر معلومة سابقة حكيناها عن الدايجوكسن ممكن تدلك أو تكون هنت للجواب ممكن. طيب السؤال اللي بعده all of the following are adverse effects of amiodarone except. تمام، synchronism, hypothyroidism, hyperthyroidism, pulmonary fibrosis, blue skin discoloration. في واحد واضح انه مش هو. Which arrhythmia can be treated with lidocaine? Paroxysmal supraventricular tachycardia او atrial fibrillation, atrial flutter او ventricular tachycardia. A clinician would like to initiate drug with rhythm control for rhythm control of atrial fibrillation. Which of the following coexisting conditions would be allowed for initiating flecainide? تمام، flecainide ببدأ فيه لما هذا المريض عنده hypertension ولا left ventricular hypertrophy ولا coronary heart artery disease أو heart failure. فكر شوي، ممكن ترجع للكتاب لتجاوب السؤال. تمام، طيب، وفي عندنا كمان which statement regarding drunidarone is correct. تمام، is more effective than amiodarone. Our QT interval prolongation is not a risk with drunidarone. Our drunidarone increases the risk of death in patients with permanent atrial fibrillation or symptomatic heart failure. Our there is no need to monitor liver function for drunidarone. طيب، أحد الخيارات التالية صحيح.
إذن في عنا شوية هيك نيمونكس حاب أعطيكم إياهم. تمام، هون في الكارديولوجي في أشياء ريليتد للأرثميا كمان شوي جايين، بس بما أنه هذا الشابتر بحكي عن الكارديولوجي، تمام، أشياء تحاول تذكرك. في عنا الأي سي إنهبيتورز، واتفقنا اللي هو كابتوبريل هو البروتوتايب. طيب كابتوبريل كمان البروتوتايب اللي هو الدواء الرئيسي، تمام، كمان بجمع لنا السايد افكتس. ففي عنا كاف، في عنا او دراي كاف او بيرسيستنت كاف، في عنا انجيويدما، في عنا بروتين يوريا، في عنا تيست ديستربنس، وكمان تيراتوجينيك يعني لا يستخدم للحوامل خصوصا بالفيرست تريمستر. وكمان عنا اذرز، فاتيج وهيدك، في عنا بوتاسيوم انكريزد، وفي عنا بوتاسيوم انكريزد يعني بيعملنا هايبر كاليميا، وفي عنا رينال امبيرمنت، وفي عنا اتشنج او حكي، في عنا لو بلود بريشر وخصوصا مع الفيرست دوز. طيب كمان ممكن ينجمعوا في كراب بايلوت، تمام، اذا هو في عنا كاف، رينال امبيرمنت، انافيلاكسس، بالبيتيشن، بوتاسيوم الفيتد، امبوتنس، لوكوسايتوسز، في عنا اورثوستاتيك هايبرتنشن، وتيست. اوكي في عنا خلينا نروح على الأريثميا اكثر، تمام، او اللي بهمنا هون. هون خلينا نروح على الانتي اريثميك كلاسيفيكيشن. طيب اذا في عنا الكلاسز اللي حكينا عنهم قبل شوي، تمام، هون في عنا كلاس من 1 تو 4، تمام، ممكن نجمعهم ب ام اي كوليدج، تمام، ام اي كوليدج. طيب اذا عندك كلاس 1 هو ميمبرين ستابلايزرز، وفي عندك كلاس 2 هم بيتا بلوكرز، وفي عندك كلاس 3 اللي هو اكشن بوتنشال وايدنينج ايجنتس، وعندنا كلاس 4 اللي هم كالسيوم شانل بلوكرز، اذا مجموعين ب ام بي اي كوليدج. طيب الاميودارون الاكشن مع السايد افكت تبعه 6 بيز، 6 بيز. اذا برولونجز اكشن بوتنشال ديوريشن، فوتو سنسيتيفيتي، بيجمنتيشن اوف سكن، بريفيرال نيوروباثي، بالمونري الفيولوسز اند فايبروسز، بريفيرال كونفرشن اوف تي 3 اند تي 4 از انهبيتد، ممكن يسبب هايبوثايرويدزم، ممكن يعمل كمان خلل في الثيرويد فانكشن اصلا. طيب في عنا دايركت سيمباثوميماتيك كاتيكولامينز مجموعين بكلمه دايند. طيب اذا في عنا دوبامين، في عنا ايزوبريترينول، وفي عنا نور ابنفرين، في عنا ابنفرين، في عنا دوبيوتامين، دوبيوتامين، تمام، اذا في عنا دايند. وفي عنا الاتريال اريثميا، اتريال اريثميا ممكن في عنا اي بي سي دي اي، اي بي سي دي اي، تمام، اذا في عندك انتي كواجولانت، تمام، اذا بتعطيه مشان تعمل بريفنشن لا يصير في عنا جلطات، انتي كواجولانت. في عنا البي اللي هو بيتا بلوكرز، تمام، سواء سيلكتيف او نون سيلكتيف حسب الحالي، والسي عندك كالسيوم شانل بلوكرز، وفي عندك الدي اللي هو دايجوكسن، وفي عندنا الاي الكتروكارديوفيرجن. تمام، طيب اذا هاي بعض النيمونكس او الاشياء اللي ممكن تسهل عليك الحفظ اذا احتجتهم، وهيك يعطيكم العافيه.